مدينة إسرائيل نمتد بعد تجاوز بعض النقاط، هل تنجح الهدنة هذه المرة؟ يلعب الوسيط المصري القطري دورا فاعلا خلال الساعات الأخيرة من أجل إقناع حماس وإسرائيل بالتوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. إسرائيل قالت إن الوسطاء قدموا رد حماس على الخطوط العريضة للصفقة، وإنها تدرس الرد على الوسطاء في اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت مساء اليوم. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين في تل أبيب أنه لأول مرة رد حركة حماس يتيح التقدم ليبقى هناك أساس لإطلاق المفاوضات. مسؤول أمني إسرائيلي قال إن حماس تصر على وجود بند يمنع تل أبيب من العودة للقتال بعد تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين. ونقلت صحيفة معاريف عن المسؤول أن هذا البند لا توافق عليه إسرائيل، وأن هناك ثغرات أخرى في بنود الصفقة لم يتم الانتهاء منها. ومن المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالاً الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغط عليه لقبول صفقة تبادل أسرى مع حماس، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرنوت. في الوقت الذي طالبت فيه عائلات الأسرى الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على المقترح ورفضهم عرقلة التوصل إلى صفقة التبادل مرة أخرى، وحاول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت طمأنتهم قائلا إنهم أقرب من أي وقت مضى من إبرام صفقة تبادل مع حركة حماس. كانت حركة حماس قد أعلنت أمس أن الحركة تعاملت بإيجابية مع المباحثات الجارية. ووفقا لمصادر داخل الحركة، فإن حماس أبدت مرونة في معالجة بندي 8 و14 بما يضمن استمرار المفاوضات حتى التوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مع إصرارها على تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وعودة النازحين إلى منازلهم.